بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الناس اللي بيشتغلوا في الإعلام وفي الصحافة دايما بيحلموا بما يسمى السبق الإعلامي أو السبق الصحفي، اللي بيبقى في الغالب لقاء مع حد صعب المنال، مش أي حد ينفع يعني يكلمه ولا يقابله ولا يعمل معه حوار، ويوم ما صاحب النصيب يتمكن من عمل اللقاء ده ويسمع يتقاله يا دي ضربة معلم، وفورا أسهمه تزيد في المجال اللي بيشتغل فيه واسمه يلمع وينور، وممكن الناس تعرفوا لبعضها بالخبطة اللي عملها، يقول لك ايه ده فلان الفلاني ده اللي عمل الحوار مع النجم ده ولا العالم ده ولا الرئيس ده، وتفضل مكتوبة طول عمره في السي في بتاعته، ومش بعيد تؤهله للعمل بأحسن المحطات وبسببها يوصل لأعلى المناصب، ويمكن يكون ده الهدف الأسمى والأعلى وسقف الطموحات بقى فيه أعلى من كده. أولا إنه يقابل واحد من العظماء في الدنيا، وثانيا انه يوصل لأعلى المراكز. طيب في اكتر من كده أمل بقى؟ بس يا ترى بعد الخبطات والمراكز والفلوس والشهرة والهنا اللي الواحد بيبقى فيه، هل يا ترى ده كفيل بانه يريح قلب يعني قلب الانسان ده ويخليه مطمن ومش شايل هم اي حاجة تانية؟ والهم الحساب في الاخرة بيبقى زي الحمل على قلب الواحد مهما وصل لمراكز ومهما وصلت اهميته في الدنيا. وهل قمة الطموح إني أقابل عظيم في الدنيا وأكلمه وبعدين آجي يعني أنا والعظيم ده في الآخرة جنب بعض ولا نسوة ولا هينفعني ببصر، ممكن أشوفه هو ذات نفسه اللي كان ملء السمع والبصر في الدنيا وهيبة وقيمة وسيمة، أشوفه نملة في الآخر بترتعد خوفا من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مش عيب انه يبقى طموحي في الدنيا اني اكلم فلان او اوصل لعلان، انما العيب انه يبقى قمه الطموح انه طموحي ده ينسيني اخرتي. قمه الطموح هو اننا نتخطى طموح الدنيا الزائل الخلصان، ونطمح في رؤيه وجه ربنا سبحانه وتعالى، ونسمع صوته، بس صوته الرحيم في الجنه وليس صوته الجبار في النار. يا ترى ربنا هيكلم اهل الجنه يقول لهم ايه؟ وهل يا ترى هيكلم اهل النار؟ ولو هيكلمهم او ينادي عليهم هيقول لهم ايه؟ هنسأل فضيلة الشيخ أشرف الفيل اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، وأفكركم بعمرة رمضان، اتصلوا على حضراتكم اتصلوا على الأرقام المبينة قدام حضراتكم على الشاشة وتشتركوا في مسابقة الدين والحياة، وهتدخلوا في سحب يومي وبنكلم يوميا الفائز بعمرة بالعمر. فاصل ومتابع.